بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بالمحبة والمودة والسرور من أرضية هذا الميدان، ميدان الأهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات المتوافدة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ ومن له الرغبة من أبناء القبائل في هذا اليوم الموافق الرابع من شهر 2 لعام 2020. ينطلق هذا التحدي وتنطلق هذه الأسماء بتحديات سن الإقذاع، سن الإمتاعي والإبداع منذ لحظات وقبل لحظات. وزيح الستار عن انطلاقة شوطنا الرئيسي الأول لفئة الأبكار المحليات الأصايل. مسافتنا هي 5 كيلومترات، تحمل في تحدياتها وفي انطلاقاتها هذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. ننطلق لنوافي حضراتكم بالمركز الأول بشعب العشرة المراكز الأولى والبداية مع المركز الأول. انخلي تبدأ مع المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم بن محمد المسافري، يتابعها بالتضمير يتابع الانخلي مع المركز الأول. أما المركز الثاني وصلت الوثبة الصغير بن علي بن يزرب العامري يتواصل مع الوثبة مع المركز الثاني. أما المركز الثالث وصلت مياسة في هذه اللحظات لحميد بن سيب بن حميدان الفلاسي، يقدم انطلاقة مياسة وتحدياتها الممتازة ووصلت هجن الدشبة مع انطلاقة الشهنية بمتابعة سالم بن سعيد في هذه اللحظات على المركز الرابع وغيرت على المركز الثالث. أما المركز الخامس وصلت شواهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم جمال بن راشد بالشاوي الاغفلي، يتابع تحديات وانطلاقات شواهين. والمركز السادس وصلت في هذه اللحظات النايفة لهجن البشاير بمتابعة بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي، يتابع انطلاقة النايفة من تنطلق في هذا التحدي الممتاز. وأيضا هناك الوصول والتحدي والإثارة مع اللي واصل أيضا النايفة لسالم بخليفة بالضبيب الشامسي، يقدم النايفة في هذه اللحظات. وحشيمة وصلت حشيمة في هذه اللحظات قادمة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، من يقدم ويتابع حشيمة القادمة في هذه اللحظات من أخطر الأسماء وغواها حاضرة في هذا التحدي. وأيضا ذهيبة واصلة في هذه اللحظات لمحمد بن سالم بن حارب بن عجيد الاكتبي، يقدم الذهيبة في هذه اللحظات. وهجن الدشبة واصلة على المركز التاسع مع انطلاقة الشهنية بمتابعة سالم بن سعيد، وصل أيضا واصلة في هذه اللحظات ووصلت بهذا الانطلاق الشهنية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، يتابع الشهنية. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه الأسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة في هذا الشوط. عودتنا للمركز الأول، عودتنا إلى صدارة هذا الشوط. الله 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 الله، والبداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هجن الدشبة بدأت تتسلل وهجن البشاير، والأسماء قادمة والشعارات متقدمة بهذا الانطلاق الممتاز في هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء. وصل بن ضبيب ليقدم انطلاقة النايفة، سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي مع المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية قادمة مع المركز الثاني لهجن الدشبة بمتابعة سالم بن سعيد. وأيضا هجن البشاير
قادمة مع انطلاقته النايفة مع المركز الثالث. هناك الهجن البشاير بمتابعة بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي يتابع انطلاقة النايفة وتحدياتها الممتازة وانطلاقتها الجميلة في هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء، الذي يحمل هذه الشعارات المتواجدة في هذا التحدي الممتاز. ولكن من الجانب الأيمن لواصل هناك مياسة، مياسة متقدمة، أو هناك الوصول من الوثبة صغير بن علي بن يزرب العامري ما زال يقدم انطلاقة الوثبة بالتقدم الممتاز بالاندفاع المميز. وهناك المركز الرابع وصلت حشيمة في هذه اللحظات قادمة بهذا الانطلاق الممتاز، قادمة بهذا التحدي الممتاز بانطلاقها المميز لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي يتابع انطلاقة حشيمة القادمة بهذا الانطلاق، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من شواهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم جمال بن راشد بشاوي الأقفرية. ولكن عودتنا إلى البداية، عودتنا الهجن البشاير من سيطرت على المركز الأول، سيطرت مع البداية مع انطلاقة النايفة، النايفة والنايفة مع المركز الأول والثاني. وهجن البشاير تتقدم مع المركز الأول، تتقدم مع المركز الأول مع البداية الأولى مع مقدمة هذا الشوط مع الرقص الجميل. إذا هذه هجن البشاير، ولكن بن ضبيب يقدم انطلاقة النايفة، سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسية اقتربنا الكيلو الأخير. ننوه الجميع بأن قدرنا لوحة الكيلو الأخير، ما تبقى إلا القليل. والبداية مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط مع النايفة، النايفة، النايفة مع المركز الأول. والأسماء قادمة، الأسماء قادمة، وأيضا بن ضبيب قادم، وهناك أيضا أرصد لي شواهين قادمة وحشيمة، حشيمة قادمة بكل قوة. ولكن أجل البشاير بسيطرة على المركز الأول، بسيطرة مع مقدمة هذا الشوط. هنا أجل البشاير بمتابعة بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي يتابع انطلاقة النايفة وتحدياتها الممتازة، والعصافة الأبطان تنطلق مع المركز الأول، مع المركز الأول انطلقت مع البداية. وبن ضبيب يقدم أيضا النايفة، والمركز الثالث حشيمة، حشيمة مع المركز الثالث. الأسماء قادمة والتحديات متقدمة في هذا الشوط. الله 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 الله، بن ضبيب قادم، ولكن هجل البشاير مع المركز الأول، وسالم بخليفة بن ضبيب الشامسي يقدم النايفة، النايفة، ولكن النايفة الهجن البشاير بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي. سلام الميدان البشاير، سلام سلام الميدان البشاير، وإلى هجن البشاير على الفوز وعلى الانتصار المركز الثاني. وتهانينا أيضا لبدر بن الحمدي بن سالم الدرعي المركز الثاني، النايفة أيضا لسالم بخليفة بن ضبيب الشامسي المركز الثالث، حشيمة هناك قادمة مع المركز الثالث سمو الشيخ مايد بن محمد بن رايد المكتوم المركز الرابع. التوقيت الزمني 7:51. تهانينا والناموس لهجن البشاير وإلى من قاد النايفة، وأيضا التهنئة للسيد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، وأيضا لمالك هجن البشاير، وتهانينا أيضا لمضمر هجن البشاير بدر بن الحمدي بن سالم الدرعي.